مشاهدينا أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في المستهل عاد مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن قادما من مدينة شرم الشيخ المصرية بعد مشاركته في اجتماع الدورة 27 لقمة المناخ. استقبال السيد الرئيس بمطار الهواري بمدينة الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن والفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. هذا وشارك أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشرم الشيخ بمصر في أشغال اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تلبية لدعوة من أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ من قبل أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقبيل انطلاق الأشغال أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة المناخ. وعلى هامش أشغال اجتماع قمة المناخ تحدث السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس البلغاري رومان راديف. السيد رئيس الجمهورية تحدث أيضا مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني. كما تحدث السيد رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روتح. كان لقاء أخويا جمعني مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون. ناقشنا بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على دعم علاقاتنا الثنائية. هناك العديد من الملفات التي يمكن تطويرها بين بلدينا.
كما حققنا معا تطورا ملحوظا في قطاعات الزراعة، الاقتصاد ومجالات أخرى. تباحثت أيضا مع السيد الرئيس الأوضاع الإقليمية والسياسية بالمنطقة. كان لقاء مثمرا وسنبني عليه مستقبل علاقات التعاون المشترك. وعلى هامش أشغالي الاجتماع دائما التقى رئيس الجمهورية عددا من القادة وكبار المسؤولين العرب. كما أجرى السيد الرئيس لقاءات عديدة مع قادة الدول الإفريقية على هامش أشغال القمة بشرم الشيخ. السيد الرئيس تلقى تهاني من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على نجاح قمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر الجاري. كما كانت للسيد الرئيس لقاءات مع عدد من قادة العالم خلال وعلى هامش مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ. تحضيرا لاجتماع القمة الإفريقية الاستثنائية المقررة في أواخر نوفمبر الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الصناعة أحمد زغدار في أشغال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالصناعة بنيامي بدولة النيجر. الاجتماع حمل شعار التصنيع في إفريقيا التزام متجدد بالتصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادي. وخلال الاجتماع تم طرح المقاربة الجزائرية المتعلقة بتطوير وتحقيق التنمية الصناعية في القارة السمراء. وفي غمرة الاحتفالات المخلدة لثورة نوفمبر المجيدة، احتضنت دار أوبرا الجزائر بعلام السايح بالعاصمة الأيام الوطنية للأغنية الثورية. التظاهرات الثقافية التي حضرها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وأعضاء من الحكومة والأسرة الثورية كانت فرصة لتكريم أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.